عندي نقاش على الكواليس هذا اللقاء هذا مع الدكتور نتكلموا فيه على بعض الإشكاليات اللي ربما أخذ تعريفا بالمنصة الإلكترونية آراؤكم والتي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بادرت اليوم هيئات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للتقاعد بيوم تعريفي وتحسيسي بهذه المنصة، شارك فيه دكاترة جامعيون وأساتذة ونشطاء المجتمع المدني وفنانون وصحفيون، وتمحور النقاش حول المشاركة الفعالة كل حسب تخصصه من أجل تطوير قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بدعوة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تم دعوة إطارات الولاية من أجل مناقشة منصة آرائكم المقترحة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ونحن كأساتذة جامعيين أكيد معنيين بالمسألة. مناقشات مماثلة جاءت لتزكي لتحسين وتغيير الأوضاع عامة لصالح شباب الولاية. الشباب الذي أراد التغيير يوما ها هو اليوم في الطريق الصحيح لجزائر جديدة تأخذ بعين الاعتبار ظروف ومتطلبات جميع فئات شبابنا وتحسين ظروف حصولهم على العمل وتأمينهم. مبادرة نثمنها أكيد ونتمنى النجاح بتدابيرها المستقبلية إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا كفنانين حضرنا اليوم به نمدوا الآراء تاوعنا لهذه المنصة، إن شاء الله تكون فعل خير إن شاء الله على هذه المنصة، وبارك الله فيكم. التسهيل للقائمين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكالة غريزان، وكذلك الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة غريزان على هذه الندوة التي ستقام الآن إن شاء الله، والتي سنشارك فيها بصفتنا أساتذة جامعيين لتفعيل مشروع المنصة الرقمية التي تتبناها الجزائر إن شاء الله. عمر ونومات صحفي بوكالة الأنباء الجزائرية غريزان، هي فرصة لتبادل الآراء والتعرف على الخدمات المقدمة من طرف هذه المنصة. هذه المنصة على ما أظن هي تحتوي على عديد الفضاءات والتقنيات التي تمكن منا كصحفي من إبداء آراءنا حول هذه المنصة، حول قطاع التشغيل خاصة والضمان الاجتماعي، وهي فرصة كذلك لاقتراح حلول من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفي. على رسول الله، بدعوة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أبى الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين والصحفيين الجزائريين مكتب غريزان أن يشاركهم في اليوم الإعلامي التعريفي بمنصة آرائهم من خلال معرفة المواطن الخلل فيما يخص الخدمات التي يشتكي منها المواطن، كذلك بهدف تحسينها وتقديم الأفضل لغيرهم. شكرا. هذه المنصة تدخل من أجل تحسين هدف وتحسين الخدمة العمومية، وأيضا مفتوحة لكل شرائح المجتمع لإبداء آرائهم حول الخدمات المقدمة من هذه الهيئات. نحن كأساتذة نبارك هذه المبادرة الطيبة لأنها تقرب المواطن من الإدارة وكذلك تساهم في رفع الغبن عنه. يذكر أن المنصة مفتوحة للعامة من خلال موقع الوزارة وإلى غاية منتصف شهر جويلية في أيدي خبراء جزائريين من أجل طرح انشغالاتهم، من أجل طرح اقتراحاتهم، من أجل بناء نظام جديد في جزائر جديدة.